التحية تستمر والانطلاقات تتجدد في هذه التحديات وفي هذه الإبداعات المتتالية. مرموقة التي أتت بتوقعات انطلقت مع مالكها وأيضا حققت الفوز والناموس. تهانينا لحمد بن محمد بن خلفان المزروعي، تهانينا ليمعة بن محمد بن خلفان المزروعي على فوز مرموقة بثمان دقائق وفان وتماما، حيث انطلق شوط جديد الثاني الخاص بالحول المهجنات. ناتي مع المقدمة الرماسة لمظفر بن محمد بن خموشة العامري، المركز الثاني قالية مطر بن عبيد بن عاضد المهيري، بينما ثالثا الختالة علي بن سالم بن حمد الاكتبي يتقدم أيضا في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، تتواجد نصيبة العمير بن محمد بن عتيق المهيري. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وتواجدت خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع، هذه هي ناصية حميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي يتقدم بضبيب في المركز أيضا الخامس. ننتقل إلى المركز السادس، من تتواجد سادسا الشايب حمد بن سعيد بن زاهرة الخيالي. والمركز السابع هذه بشاير أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي ياتي أيضا في المركز السادس خلاله، والمركز السابع لتكون ثامنا هنالك في هذا الانطلاق الحذرة محمد بن مسلم بن حمرور العامري، خذت الثامن. التاسع لمسعود بن مهير بالصايغ المزروعي، هذه هي أيضا تتواجد خلال هذا الانطلاق وتتقدم بتقدم عفو عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي، وصول على المركز العاشر من الجانب الآخر بشعار راعي سوقه، حيث تتواجد في هذا الانطلاق راهية لمظفر بن محمد بن خموشة العامري، تتواجد في هذه الانطلاقة خلال هذا الإبداع والانطلاق المميز. هذه النتيجة للمراكز الأولى، هذه هي الأسماء المتقدمة التي تظهر أمام الجميع بانطلاقة هذا الشوط ومنافسة هذه الأسماء القوية الباحثة عن تحقيق المركز الأول بالانطلاق المميز والإبداع الكبير. العودة مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى انفراد الخمس المراكز الأولى، انفردا انفراد كلي عن بقية الحول المشاركة. هذا الشوط الرئيسي للحول المهجنات الذي لا يقل عن الشوط الماضي من حيث المنافسة ومن حيث الانطلاق ومن حيث التحدي ومن حيث الأمال التي أيضا نتمنى بأن لا تخيب مع ملاك هذه الأصائل المتقدمة والذين حافظوا عليها منذ بداية نشأتها بتكرار إنجازاتها إلى أن وصلت إلى هذا الملتقى الذي يضم نخبة من الحول، حيث تتجمع الحول بكثرة أعدادها التي نشاهدها سواء في السباقات التمهيدية أو يوم الختاميات. هناك أعداد كبيرة تحضر من الحول تنطلق بمنافسة شديدة للقاية. هو ملتقى وتجمع هذه الأصائل سواء في سن الثنايا قادمات أو هناك تظل
في سن الحول من العام الماضي وتكون أيضا في هذه الانطلاقة وفي هذا الملتقى الكبير. الله، سن الملتقى بنسميه سن الملتقى أيضا، وجود الصدارة والقيادة غالية غالية. مطر بن عبيد بن عاضد المهيري يتقدم راعي العاضية، يتواجد راعي العاضية بمقدمة الشوط، يعلن بانطلاقة هذا الاسم. بينما المركز الثاني الختال علي بن سالم بن حمد الاكتبي يترقب اللحظات الأخيرة. هذا الاكتبي خطير للقاية يا أخواني، خطير للقاية من خلال هذا الانطلاق ومن خلال أيضا هذا الإبداع القوي. بينما المركز الثالث وصلت من الجانب الآخر انصيب عمير بن محمد بن عتيق المهيري، والمركز الرابع هنا راعي سوقه يقدم أيضا رماسة مظفر بن محمد بن خموشة العامري خذت الرابع. المركز الخامس هذه هي تتواجد وتنطلق فيه أيضا هنا ناصية لحميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي، يتقدم أيضا في هذا الانطلاق بالمركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى، ولكن الحول قادمات من المراكز الخلفية، الحول قادمات من المراكز الخلفية، زادت سرعتها 1200 نذكرهم باللوحة المتبقية عن خط النهاية 1200، وراعي العاضية يسيطر على المركز الأول من خلال انطلاقة غالية. مطر بن عبيد بن عاضد المهيري يتقدم، وكذلك انصيبها لعمير بن محمد بن عتيق المهيري. أبناء سيحان وأهالي هذا الميدان متقدمين بالمركز الأول والثاني، يريدون المحافظة على الشوط الرئيسي للمهجنات، كما حافظ أيضا الشاب الترادي على شوط المحليات. يأتي أيضا الاثنين بالمحافظة على شوط المهجنات، منافسة قوية، انطلاق قوي وإبداع لا مثيل له من خلال وجود هذه النوعيات التي تظهر بالأداء الممتاز والانطلاق المميز. روحت نصيبة وسرحت على مقدمة هذا الشوط بالرقم واحد هنا مع مقدمة الشوط عمير بن محمد بن عتيق المهيري. يأتي أيضا على مقدمة الشوط تحرك راعي العاضية مع غالية، ولكن هذا الاكتبي أخذ الحيطة والحذر منه، أخذ الحيطة والحذر منه. راعي الختالة يتقدم علي بن سالم بن حمد الاكتبي، يأتي أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. الله، ثلاثية قوية. عطني المركز الرابع والخامس والسادس، عطني بقية الأسماء القادمة من المراكز الخلفية بصورة سريعة مباشرة، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، إلى القيادة في هذا الانطلاق. نصيبة الختالة، الختالة أخذ الحيطة والحذر من شعار بن سريم يتقدم في هذا الانطلاق. هذه هي الختالة علي بن سالم بن حمد الاكتبي، يأتي للانتصار وللإبداع لينطلق بمقدمة هذا الشوط، لينطلق بالمركز الأول. الله، علي بن سالم بن حمد الاكتبي يحقق الفوز والناموس. المركز الثاني صيب العمير بن محمد العتيق المهيري، ثالثا قاليا مطر بن عبيد بن عاضد، رابعا لبن قحيد صيب بن عبد الله بن قحيد، وخامسا لهلال بن محمد بن طراف المنصوري. التوقيت الزمني ما شاء الله، تحطم التوقيت، تحطم التوقيت تحت أقدام الختالة بأيضا 7 دقائق 55 ثانية. تهانينا لعلي بن سالم بن حمد الاكتبي.